إصابة مدني بقصف مدفعي للنظام على مدينة خان شيخون جنوب إدلب، وهيئة تحرير الشام تستهدف بصواريخ فيل مواقع قوات النظام في قرية عطشان شمال شرق حماة. الشرطة العسكرية في إعزاز بريف حلب الشمالي تعلن إلقاء القبض على متورطين بتفجير سيارة مفخخة في المدينة مساء أمس الاثنين، والذي خلف 9 جرحى في صفوف المدنيين. مقتل 11 مدنيا بينهم أطفال وإصابة العديد بجروح جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف مدينة معرة نعمان بريف إدلب الجنوبية. انفجار عبوة ناسفة قرب المشفى الوطني في مدينة الرقة الشرقية سوليا خلفت أضرارا مادية. وزير الدفاع التركي خلوسي أكار يقول إن قوات بلاده ستؤدي المهام المنوطة بها في منبج وشرقي الفرات عندما يحين الوقت، مؤكدا إتمامها الاستعدادات اللازمة للقيام بالمهمة. إصابة 2 جراء تفجير امرأة نفسها داخل مبنى ما تسمى حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب.